يلبي بنك مونيز وبنك مونزو احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن حلول مصرفية رقمية، ولكل منهما ميزات فريدة. قد يعتمد الاختيار بين الاثنين على الاحتياجات الفردية والتفضيلات والأهلية لمنتجات مالية محددة. سوف نتعرف في هذا الفيديو على مقارنة شاملة بين بنك مونزو وبنك مونيز. أولاً، بالنسبة للخلفية والتاريخ، تأسست موني في عام 2013 وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها لندن، تستهدف في البداية المغتربين والأفراد ذوي التاريخ الائتماني المحدود بهدف توفير حلول مصرفية يمكن الوصول إليها. اكتسبت مونيز شعبية لنهجها الشامل. أما بالنسبة لمونزو فتأسست عام 2015 وهو بنك رقمي مقره المملكة المتحدة، يكتسب شعبية في البداية كمزود للبطاقات المدفوعة مسبقاً، تطور إلى بنك رقمي متكامل يشتهر بنهجه الحديث وميزاته المبتكرة. بمقارنة أنواع الحسابات، تقدم مونيز حساباً جارياً للهاتف المحمول فقط مع بطاقة خصم بدون تلامس. يستهدف الأفراد الذين يواجهون تحديات في فتح الحسابات المصرفية التقليدية مع التركيز على الشمول المالي. أما بالنسبة لمونزو فيقدم حساباً جارياً ببطاقة خصم بدون تلامس يتماشى مع الاتجاه المصرفي الرقمي الأول، والحسابات المشتركة متاحة للنفقات المشتركة مما يعزز المرونة. بالحديث عن تطبيقات الجوال والتكنولوجيا، تم تصميم تطبيق مونيز للجوال ليكون سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه ويلبي احتياجات قاعدة مستخدمين متنوعة. تتضمن الميزات إشعارات المعاملات في الوقت الفعلي وأدوات الميزانية وتنقل السلس. أما بالنسبة لمونيز فتشتهر بتطبيق الهاتف المحمول البديهي، حيث توفر للمستخدمين إشعارات المعاملات في الوقت الفعلي وأدوات الميزانية المتقدمة. تؤكد واجهة المستخدم التطبيق على البساطة والكفاءة في إدارة الشؤون المالية. بالنسبة للمعاملات الدولية، فإن بنك مونيز مناسب بشكل خاص للمستخدمين الدوليين، مما يسمح لهم بالاحتفاظ بعملات متعددة وإدارتها، وتقدم تحويلات مالية دولية بأسعار تنافسية تستهدف ذوي الاحتياجات المالية عبر الحدود. أما بالنسبة لمونزو فتشتهر بأسعار صرف العملات الأجنبية تنافسية والإنفاق بدون رسوم في الخارج، ويسمح بالسحب النقدي بدون رسوم من أجهزة الصراف الآلي في الخارج حتى حد معين. المقارنة بين البنكين بالنسبة للسحب على المكشوف والقروض، فتقدم مونيز تسهيلات السحب على المكشوف والقروض الشخصية للعملاء المؤهلين، وقد تختلف شروط وأحكام السحب على المكشوف والقروض بناء على التاريخ المالي للمستخدم، بينما تقدم مونزو تسهيلات السحب على المكشوف والقروض الشخصية مع اختلاف أسعار الفائدة والشروط بناء على الظروف الفردية، كما تقدم مرونة إدارة السحب على المكشوف وهي ميزة ملحوظة. يتميز الحساب بالنسبة لمونيز بأنه حساباً جارياً مباشراً للهاتف المحمول فقط مع بطاقة خصم بدون تلامس. تتيح ميزة بيتس للمستخدمين تخصيص الأموال لأغراض محددة، مما يساعد في وضع الميزانية وأهداف الادخار. أما بالنسبة لحساب مونزو فيتضمن الحساب الجاري ميزات مثل أدوات الميزانية وتصنيف الإنفاق وإشعارات المعاملات في الوقت الفعلي، والحسابات المشتركة متاحة مما يسهل المسؤوليات المالية المشتركة. تتفوق مونيز بالنسبة للاستخدام الدولي في تلبية احتياجات الجمهور الدولي، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بعملات متعددة، ويتم تقديم التحويلات المالية الدولية بأسعار تنافسية، مما يلبي احتياجات المغتربين والمسافرين الدائمين، بينما تشتهر مونزو بإنفاقها المجاني في الخارج وأسعار صرف العملات الأجنبية تنافسية، كما يسمح بالسحب النقدي بدون رسوم من أجهزة الصراف الآلي في الخارج حتى حد معين. بالنسبة لميزات التوفير، قدمت مونيز ميزات الادخار من خلال وظيفة بوتس، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص الأموال لأهداف محددة.
وعلى الرغم من أنه ليس حساب توفير تقليدي، إلا أنه يوفر طريقة عملية لتنظيم الشؤون المالية، بينما تقدم مونزو حساب توفير مخصص حيث يمكن للمستخدمين كسب فائدة على مدخراتهم. ويمكن للمستخدمين تحديد أهداف الادخار وتخصيص الأموال تجاههم وتعزيز نهج منضبط للادخار. بالنسبة لتجربة المستخدم لتطبيق الجوال، فتم تصميم تطبيق مونيز للجوال ليكون سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه ويلبي احتياجات جمهور متنوع ويوفر ميزات أساسية للإدارة المصرفية والمالية اليومية، بينما يشتهر بنك مونزو بتطبيق الهاتف المحمول البديهي حيث يقدم تجربة مستخدم سهلة وسلسة كما ذكرنا. يركز مونيز في البداية على تلبية الاحتياجات المصرفية للمغتربين والأفراد الذين يعانون من تحديات ائتمانية، وتؤكد الشركة على الشمول المالي وإمكانية الوصول، بينما يمتد تركيز مونزو إلى قاعدة مستخدمين أوسع مع التركيز على تجربة مصرفية حديثة تتمحور حول المستخدم، ولديها مجتمع نابض بالحياة تتفاعل مع المستخدمين للحصول على تعليقات وتحسين المنتجات. بالنسبة للتطورات المستقبلية للبنكين، قامت مونيزو بتطوير خدماتها وربما أدخلت ميزات أو تحسينات جديدة، ويجب على المستخدمين البقاء على اطلاع بأي تحديثات أو توسعات في عروض مونيز، بينما تعمل مونزو بنشاط على توسيع خدماتها إلى ما وراء الخدمات المصرفية التقليدية، بما في ذلك ميزات مثل مونزو بلاس ومونزو بيزنس، ويجب على المستخدمين التحقق من آخر التحديثات والابتكارات من مونيز. بالنسبة للقواسم المشتركة، يعمل كل من مونيز ومونزو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول مع التركيز على التجربة المصرفية الرقمية الأولى، ويتم توفير بطاقات الخصم اللاتلامسية من قبل كلا البنكين، إلى جانب ميزات أخرى مثل أدوات الميزانية والإشعارات في الوقت الفعلي، وتتوفر تسهيلات السحب على المكشوف والقروض الشخصية من كليهما وفقا لمعايير الأهلية. في الختام، يخدم مونزو ومونيز منافذ مختلفة في المشهد المصرفي الرقمي، ويستهدف مونيز الأفراد الذين يواجهون تحديات مصرفية، مما يوفر حلاً عملياً للمستخدمين الدوليين، ويركز مونزو بجاذبيته الأوسع على تقديم تجربة مصرفية حديثة وغنية بالميزات، ويعتمد الاختيار بين الاثنين على التفضيلات الفردية والاحتياجات المالية ومعايير الأهلية، ويجب على المستخدمين التحقق بانتظام من التحديثات من كلا البنكين، حيث أن المشهد التكنولوجي المالي ديناميكي وعرضة للتغيير.